بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عدنا شرح موضوع المفعول به للصف الأول متوسط الأكنان الأهلية. نجي على المفعول به. هو شنو المفعول به؟ هو اسم، وقع عليه فعل الفاعل. اسم وقع عليه فعل الفاعل، هذا كتعريف. زين، شبيه المفعول به؟ يكون المفعول به منصوب دائما. المفعول به قاعدة ثابتة، المفعول به منصوب دائما. زين، نجي على علامات نصب المفعول به. بما انه منصوب، زين شنو علامات نصبه؟ راح ناخذ على وحده وحده. اولا الفتحه، يعني اقول هذا المفعول به منصوب بالفتحه. زين، شو وقت اقول هذا المفعول به منصوب بالفتحه؟ اولا اذا كان مفرد، يعني اقول مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. شو وقت اذا كان مفرد؟ راح انطي مثال بأنه يكون المفعول به مفرد. يحمل الجمل الحطبة. يحمل الجمل الحطبة، نجي على الإعراب. يحمل فعل مضارع. شو عرفنا مضارع؟ بادي بأحد أحرف أنيتو اللي هي الياء. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، هاي يحمله. زين، بعد الفعل شي يجي فاعل الجمل. وش راح نعربها؟ الجمل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، فعل زائد فاعل. زين، بعد الفاعل شي يجي مفعول به، فعل فاعل مفعول به الحطبة. ايش اعرب الحطبة؟ الحطبة مفعول به، الحطبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه شنو؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ليش قلنا الفتحة الظاهرة على آخره؟ لأنه مفرد. قلنا ينصب بالفتحة أولا إذا كان مفرد، هاي خلصنا الحالة الأولى. بعد شو وقت نقول مفعول به منصوب بالفتحة؟ إذا كان جمع تكسير. هسه يكون منصوب بالفتحة إذا كان مفرد وإذا كان جمع تكسير. مثال: اشترت فاطمة أقلاما. اشترت، اشترى، هذا الفعل نقسمه. اشترى فعل شنو؟ فعل ماضي مبني على ايش؟ مبني على الفتح. ليش مبنى على الفتح هنا؟ لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة. هذه تاء التأنيث الساكنة، والتاء لا محل لها من الإعراب. زين، بعد الفعل شي يجي؟ يجينا فاعل. فاطمة هي الفاعل. بيش مرفوع؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هسه فعل فاعل شي يجي وراهن مفعول به اللي هو أقلاما. أقلاما شنو؟ أقلاما جمع تكسير. أقلاما جمع تكسير. شو راح أعرب أقلاما؟ مفعول به منصوب بيش النصاب؟ بالفتحة. ليش قلنا بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هسه قلنا بأن المفعول به يكون منصوب بالفتحة إذا كان مفرد وإذا كان جمع تكسير. هسه بعد بيش ينصب؟ ينصب وعلامة نصبه الألف. شو تقول أنا هذا المفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف؟ إذا كان من الأسماء الخمسة. تعرفوا هي الأسماء الخمسة؟ أبو، أخو، حمو، فو، ذو، هذه الأسماء الخمسة. إذا كان مفعول به من الأسماء الخمسة راح ينصب بالألف، السبب لأنه من الأسماء الخمسة. أعطي مثال: شاهدت أبا أحمد في السوق. شاهدت، هذا الفعل راح أقسمه. شاهدت، هذا شنو؟ الحادث السوق صار بالماضي، يعني فعل ماضي. شاهدت، شاهد فعل ماضي مبني على إيش؟ مبني على السكون. ليش؟ لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. زين، هذا الفعل شبيه هذا الفعل، صار فعل وفاعل. شاهد فعل، والتاء هاي تاء الفاعل. زين، فعل وفاعل، بعدها شي يجي مفعول به. نجي على أبا. أبا اللي هو مفعول به. أبا مفعول به منصوب بايش النصاب؟ النصاب بالألف. ليش قلنا بالألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وهو مضاف، وأحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. في السوق جار ومجرور. هسه المفعول به ينصب بالفتحة وينصب بالألف، هسه ينصب بالياء، يعني نقول منصوب وعلامة نصبه الياء. شو وقت ينصب وعلامة نصبه الياء؟ إذا كان مثنى. مثال: حاز المتسابق جائزتين. حاز شنو؟ حاز فعل ماضي مبني على الفتح. حاز فعل ماضي مبني على الفتح. المتسابق هو الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جائزتين مفعول به، يعني بعد الفعل والفاعل شي يجي مفعول به. ايش اعرب جائزتين؟ مفعول به. بيش منصوبة؟ بالياء. ليش قلنا بالياء؟ لأنه مثنى، والمثنى ينصب بالياء. شو كنت بعد هسه ينصب بالياء؟ أولا إذا كان مثنى، وإذا بعد مر، يعني بعد
إذا كان جمع مذكر سالم نقول هذا المفعول به منصوب بالياء، شو وقت إذا كان أول المثنى وإذا كان جمع مذكر سالم. أنطي مثال على جمع مذكر سالم، مثل شاهدت المهندسين يعملون بجد. شاهدت أيضا هذه فعل وفاعل، شاهد فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هسه هذه شاهدت فعل وفاعل، بعد الفعل والفاعل شي يجي مفعول به، وين المفعول به اللي هو المهندسين. المهندسين شبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ليش قلنا الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم. هسه نجي على الحالة الأخيرة اللي هي الكسرة، يعني نقول هذا المفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. شو وقت نقول هذا المفعول به منصوب بالكسرة؟ إذا كان المفعول به جمع مؤنث سالم. إذا كان المفعول به جمع مؤنث سالم نقول هذا المفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. رح نعطي مثال، شكر أحمد الممرضات. شكر شنو؟ فعل ماضي. على شنو مبني؟ فعل ماضي مبني على الفتح. زين، بعد الفعل شي يجي؟ فاعل. وين الفاعل؟ اللي هو أحمد. أحمد شنو عربه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فعل فاعل شي يجي بعدها؟ مفعول به. الممرضات مفعول به منصوب وعلامة نصبه، لا هالمرة لا منصوب بالفتحة ولا منصوب بالألف ولا منصوب بالياء. بيش منصوب؟ منصوب بالكسرة بدل الفتحة، بس بالجمع مؤنث سالم. بس من يكون مفعول به جمع مؤنث سالم يقول منصوب بالكسرة بدل الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إن شاء الله درس الجاي نحل التمرينات.